لو مصطفى اشرف قرني ما كانش طلع بطل عالم في الرمايه كان راح فين؟ لا كنت يعني عشان انا دلوقتي لما دخلت المدرسه دي انا كنت عايش في امريكا سنتين كويس. رجعت في مدرسه جديده في يعني كنت ممكن اروح سكه تانية خالص بس انا الحمد لله كره قدم هاندبول سكواش ولا ما كنتش تلعب رياضه؟ لا ما كنتش العب رياضه خالص اساسا. كنت عايز تروح فين؟ لا يعني كنت يعني خلاص هكون لا مش هكون مش لا مش يعني مش هكون ليا في الرياضه مش هكون ليا في يعني مش هكون ليا هدف يعني. مصطفى بيشجع مين في الرياضه حاليا؟ يعني طبعا محمد صلاح ما نقدرش نقول غير محمد صلاح يعني. محمد صلاح بالنسبه لك رول موديل؟ هو ايقونه معاك؟ اكيد. شيء مهم جدا ان يكون عندنا نجم كبير زي محمد صلاح وانت كمان بتفتخر بيه. قول لي هنوصل زي محمد صلاح وكل العالم هيتكلم علينا؟ ان شاء الله يا رب. متوقع كده؟ ان شاء الله. ربنا يا رب يكرمك ويوفقك. حاجه جميله جدا يكون قاعد بطل 17 سنه وزي ما قلت لك في اول حلقه محمد صلاح هو الرول موديل لكل الرياضيين المصريين. نتمنى توفيق كل رياضينا لكن اكيد عندنا صور مهمه في حياه مصطفى اشرف قرني. خلينا نستعرض الصور ومصطفى يعلق عليها. واول صوره لمصطفى تكون قدامنا، ايه الصوره دي يا مصطفى؟ دي في بطوله عالم، اول بطوله عالم اخشها كانت في مصر في نادي الصيد. كويس. واخدت هي ما كانش فيها ناشئين بيخش بطوله عالم بس انا دخلت كجست واخدت اول ناشئين. ما شاء الله عليك. عملت 112 من 125 ودي كانت اول بطوله اخشها. وهي دي البندقيه بتاعت جدي. بتاعت جدي. تمام. دي اول صوره. الصوره الثانيه دي في بطوله العالم. عرفت مين واقف الاول؟ تمام. ده بابا اللي على اليمين خالص. تمام. وده انا. مزبوط. واللي جنبي ده اللي كسب على يمينك اللي على يميني ده اللي كسب بطوله العالم. كسب اول رجال واول ناشئين ما شاء الله. واللي على يمينه ده بابا. وده بابا كمان ده مصري برضه. تمام. لا ده باكستاني. هما الاثنين باكستانيين من باكستان. الصوره دي مين الصغير ده؟ او ده اخويا الصغير. اخوك الصغير اسمه ايه ده الجميل ده؟ كريم. كريم. كريم هيلعب هيطلع بطل الرمايه برضه زي اكيد لازم. خلاص اكيد لازم. ومين معاك في الصوره؟ اللي على يميني ده ادهم. ادهم ده اللي حكيت لحضرتك عليه. ده ادهم صديقك العظيم. وده اللي بيسافر معايا في كل حته. ده اللي جداً. على طول معايا. واللي على الشمال ده يوسف عاشور. يوسف عاشور ده انتيمي برضو واخويا الكبير. هو كان بيلعب ناشئين بس هو دلوقتي تم. طبعا اخد سنه عقبال لما يرجع للرمايه تاني عشان ما عرفش يطلع. كريم روس. هينافس كريم اخوك الصغير ده هينافس مصطفى اشرف قرن؟ يا رب يا رب يلحق. الصوره دي دي كانت في قبرص لما سافرت للمدرب القبرص بتاعي. ده كان يعني انا رحت ست ايام اتمرن بعدين كان في يومين للبطوله بتاعت الجمهوريه بتاعت قبرص واخد تاني جمهوريه قبرص. مصطفى بجد سعيد جدا بيك وسعيد ان قدامي بطل بجد بيكون عنده طموح يوصل بطل عالم ان شاء الله باذن الله قريب جدا. هنتابعك وباريس مش هننساها ان شاء الله. وهتوصل باريس وتحقق نتيجه ان شاء الله.